ايه وش قالت لك؟ فقالت اذا كانت اللي عيطت لك هي امراه ايه وارادتك ها ايه فابقى في تونس معها ولا ترجع. شوف نقول المدام يا وزاره الدفاع ما تخافيش ماشي امراه رجل وبمرته فوالا هاي يعني زيد قلت لك لا هو مام هكذا وما يضمنش بالك جاي هو والزوجة تاعو ونسيبي جديد ايه بالك ايه بالك جو يكرموك هنا وجو يقولوا لك روح تعيش في تونس اللهم امين. المهم يا طيب هيا نشوفوا مع بعض شكون تفضل. الله يبارك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحان الله استغفر الله. واش درتينا يا طيب واش درتينا الله يا واش دار هو لا انت احكي لنا عليهم انت وقناه نسمع شكون هادو شكون انا هادو كي نشوفهم هم او وغيرهم اتذكر قصتي انا ايضا واش صرا لهم هما صرا لي انايا كيفاش انا هذو الزوج هذو فنوا عمرهم من أجل بنتهم وأيضا ربي سبحانه وتعالى أكرمهم وكما أكرم الكثير ممن عرضناهم في قناة القرآن الكريم في حصة في السابق الخيرات عندما ترى أبا وأما يبكيان على ابنتيهما فهو أمر مؤلم جدا اللي صرى لهم هو ما صرى لي أنا. كيفاش صرى لك أنت؟ أحكي لي أو لازم تحكي لي يا فارس هذه ما نبليش بها. أنا أبو صبرينال وقصة صبرينال هي قصة عجيبة مثلما مر أبو تسنيم وأم تسنيم بما رأيتموه وما قصاه عليكم أنا أيضا مررت بقصة مؤلمة جدا. أنت تذكر لوجين؟ أنت نسيتها أنا ما نسيتهاش يا ودي واحد ما نساها. لوجين لوجين الصورة تبقى الأصل عن ابنة صبرينال رحمها الله. صبرينال طفلة صغيرة ابتليت بسرطان الدم ابنة هذا الأستاذ الجامعي الذي طرق كل الأبواب وصدت في وجهه كل الأبواب وبقي له باب وربي الأرباب ثم ما كانش واحد يفهمهم كما تفهمهم ولا واحد وأقسم لكم بالله صح. ما يحس بالجمرة غير اللي كويته صح. فالألم الألم الذي كان يعني يظهر على ملامحهما ألم رهيب جدا. تخيل أنه بنتك بين يديك تشوف بلي راح تضيع لك ولا تجد من يساعدك تماما كل الأبواب مصدة في وجهك لكن اعلم بأنه دائما يوجد باب ربي الأرباب سبحانه باب الله عز وجل لا يغلق أبدا والله لن يغلق أبدا. تما بالك من هذه التجربة تاعك الشخصية اللي وليت ما تجربتي تجربة مؤلمة تجربة قاسية جدا واللي سفري أكثر هو الأم المرأة سبحان الله العظيم ربي عاطي لها وحد القوة وحد الصبر والله نحن الرجال ما نقدروش نصبروا الأمر هذاك. تخيل أنه مرأة تقعد مع بنتها 9 شهور في المستشفى لا تستطيع الحركة تجي تنوض ماما ريح تخاف على يعني تخاف تخليها لحظات تقول لك أنا نروح نغسل. تخيل أن المرأة ما تغسلش روحها لمدة 3 أشهر على جل بنتها. تخيل طيب أنا ما نكذبش عليك أبو تسنيم وأم تسنيم شقوا القلب متاعي كما شقوا القلب تاع الكثير من الناس كثير من الناس. أنا لا شيء أنا الآن لست أنا من يجب أن يشكر لا 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 لست أنا من يجب أن يشكر نشكروك الناس اللي وقفوا معهم ربي يكرمهم ويرضى عليهم في الدنيا والآخرة هذو هما الناس اللي لازم ينشكروا. صح نشوفوا واش جاي يقول لك بالك ما حبش يشكرك. مرحبا 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 هيا صح مرحبا. القلب هذاك افتحه وتكلم معه تفضل. مساء الخير فارس السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تسمى الشيخ فارس أنا جيت نشكرك على الخير اللي قاعدين نديروا فيه في حصة في السابق والخيرات. كل ما جاتش الحصة ذي السابق والخيرات بنتي كانت ماتت ومش غير بنتي هنا يا بركة كانوا حالات بزاف في الجزائر عقبتوهم ميداوي ولهنا في تونس
حالات بزاف عاونتوهم تما، ربي يجازيكم كل خير ان شاء الله. أمين. وربي يجعلكم من اهل الجنه ان شاء الله. امين. وحنا جينا لحصه جاك المرسول باه نشكروك فيها، وربي يجازيكم كل خير ان شاء الله. أمين. وربي يثبت الاجر تاعكم ان شاء الله. أمين. وكم تلقاوها عند ربي سبحانه غدوه ان شاء الله. سبحانه. والناس اللي عاونونا وسيكا اللي عيطونا من فرنسا ومن الخارج من الجزائر من كل بلاصه، من هنا من تونس من كلش، اللي عاونونا يرحم والديهم وربي يجازيهم ان شاء الله، وربي يجعلهم من اهل الجنه ان شاء الله. امين امين يا رب العالمين. امين ان شاء الله. كنت تملك انسيكلوبيدي تاع الهضره ما تقدرش تهضر. اه على بالي على بالي على بالي. انا الحاجه اللي تصور وراك وليت في الباسي تاعك، واقيل كي شفت الامراه هذه تبكي وتتاثر. والله هو الخير فيما اختاره الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. ربي شاف لهم وخلى لهم بنتهم، وانا شاف لي ودى لي بنتي، فهذه نعمه من الله عز وجل. هذه نعمه. معليش خويا طيب، ما كانش حاجه فيها فيها اللذه وفيها المتعه قد ما تشوف بابات ويمات يتمتعوا بنتهم وليدهم. متعه عظيمه والله العظيم، متعه عظيمه. غير اللي عايشه وغير اللي عنده لي يفهم. تسمح لي تبكينا قاع دوك انت. ها خلينا شوف 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 اي شويه كوراج، نديروا شويه كوراج. هما جاوا يشكروك. امين. وجاوا يشكروا هاد الناس وحنا دوك نزيدوا نعاونوهم ان شاء الله يا انت في الحصه تاعك. نعم. كيفاش كنت تدير لي زابيل هذوما؟ كيفاش كنت تديرهم باش الناس تعاون؟ كنت تعطي لهم نيميرو تليفون ولا كيفاش يديروا؟ هو على المباشر يعني ينشروا لهم رقم الهاتف نتاعهم، يتواصلوا معهم مباشره. ف المقصود تاعي اليوم الناس اللي يشوفوا جاك المرسول. نعم. كيفاش يقدروا يديروا؟ تسمى نتعاونوا انا وياك. نعم. زوج منشطين. مرحبا. نتعاونوا انا وياك باش نعاونوا هاد الناس هذوما باش تسنيم تعيش ان شاء الله. كيفاش نقدروا نديروا؟ هيا فهمني. انا نقول لكم كلمه والله العظيم، ما كانش هنالك استثمار افضل من انك تستثمر للاخرى نتاعك. ما كانش استثمار افضل من انك تقابل ربي يوم القيامه وعندك بين يديك انك انقذت طفله تكاد تموت. والله الذي لا اله غيره ولا معبود سواه كل شيء يفنى. صح. الا من اتى الله بقلب سليم. يا سعدك يا سعدك لو كان ربي يكرمك وتعاون تسليم. أنا نتكلم مع مليارديرات المغرب العربي، أتكلم معهم وأقول لهم إن زكاتكم أيها المليارديرات، يا من تستفيدون من نعم الله عز وجل في المغرب العربي، يا من تستفيدون من عرق جبيننا، يا من تستفيدون من ثروات بلادنا، أعطوا شيئا لإخوانكم، أعطوا شيئا لتسنيم، أعطوا شيئا لكل الذين مروا من هذه القناة الطيبة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها ويبارك في أهلها. والله إن أفضل وأرقى وأسمى شيء يمكن أن تلقى به الله عز وجل أن تنقذ تسنيم وأمثال تسنيم. تخيلوا أن سبينا بيفيدا تقتل الكثير من الأطفال في المغرب العربي. سبينا بيفيدا مرض يأتي للطفل وهو صغير، وقد يكبر ويصبح مشلولا، وقد يكبر ويصبح معاقا. وأنا أذكر الآن طفلا الآن هو في الكرسي المتحرك، لم نستطع أن نساعده وعنده سبينا بيفيدا. نهار لي يوصل سن معين ما تقدرش تسلكه، ما دام تسنيم صغيرة، ما دامت صغيرة ساهموا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هؤلاء المتقون؟ أول حاجة أول صفة فيهم الذين ينفقون في السراء والضراء. سبحان الله العظيم. لو كان قادر ربي يقول الذين يؤمنون بالله، وإنما قال الذين ينفقون في السراء والضراء، بعد قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. شعال من واحد أبعين. الله يرضى عليكم إن شاء الله، ربي يكرم. هذا دليل على صفاء قلوبكم، لأن صفاء القلب يظهر على ملامح الوجه ويظهر على تصرفات الإنسان. الله يسخركم دايما لفعل الخيرات. آمين. وترك المنكرات إن شاء الله. آمين.
خويا طيب واش نقول امين. الرساله نظن فاتت، ربي يحفظك. ما تقدرش تفوت خير من هذا الشيء، ربي يكرمك. وان شاء الله الناس يتصلوا بنا ونتصلوا بكم ويزيدوا يعاونوكم ان شاء الله. هكذا ربح، هذه هي. طيب نقول حاجه برك. نعم تفضل. التطور اللي راه حاصل في تونس في مجال الطب يجب ان يذكر. صح صح، ما لازمش نكذبوا على بعضنا بعض. واجمل حاجه يمكن ان تحصل ان يكون هنالك تكامل ما بين دول المغرب العربي. لما لا تكون تونس قطبا مغاربيا في الطب؟ إيه، علاش لما لا تكون المغرب قطبا مغاربيا في السياحة؟ لما لا تكون الجزائر قطبا مغاربيا في طلب العلم في الجامعات؟ نريد أن يكون هنالك تخصص ما بين وتكامل. وهذا هو الهدف تاعنا بالحصة تاعنا. نعم. ولو كان نزيد سيون جينيراليز الحصة تاعنا تولي هذا الشيء لك تحكي عليه. والله إن شاء الله يا رب. هذا هو الهدف. طيب نقول حاجة واحدة أخرى. الكثير من أطفال السرطان يموتون في المغرب العربي. رانا عاجزين طيب باش نديروا بأموال الخير مستشفى مغاربي وقفي خيري للأطفال المصابين بالسرطان. نقدروا نقدروا. والله يا طيب، التالي التالي في المرفهين نتاعنا آخر واحد لو كان يرشق علينا. صح. أنا صح. نقول لك، أنا درت دراسة على واحد من كبار أغنياء المغرب العربي. زكاته 125 مليون دولار. واحد. ما يقدرش يعطينا زكاته باش نبنوا بها مستشفى مغاربي، وليس مستشفى جزائري ولا تونسي ولا مغربي ولا موريتاني. نريد مستشفى مغاربي للأطفال المصابين بالسرطان. هل إخواننا المصريين أفضل منا؟ بناوا مستشفى للأطفال المصابين بالسرطان بالتبرعات الخيرية. شوف أين هي يعني قدراتنا؟ أين هو الخير فينا؟ والله الخير موجود عندنا، عظيم جدا خويا طيب. إن شاء الله. خير نخرج أنا وياك درك ان شاء الله، روحوا لوسط تونس ونقولوا ضياف ربي، اقسم لك بالله. صح صح، غير يتخطفونا. صح صح، كل واحد ماذا به يديه يديه كل عنده. فلما لا يكون هنالك خير نسوقه لان ننفع اطفالنا؟ ان شاء الله. وما ادراك ما اطفال السرطان. ان شاء الله. من فمك من فمك لربي ان شاء الله يا رب. هذه هي. ودوك دوك نحلوا له الرساله ولا ما نحلوهاش؟ بلها ندعيو دعوه الخير. ايه كما تنفتح ان شاء الله. ايه الله يفتح علينا ان شاء الله. امين. ونبنيو مستشفى اطفال السرطان ان شاء الله. يا طيب ربي يفتح. افتح افتحوا لنا رساله معنا. ان شاء الله. تفضل تفضل. الله يرضى عليك. الله يكرمك. الله يجزيك خير. الله يرضى عليك. الله يرحم والديك. 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 نختتموا الحصة مع بعض. نختتموا الحصة مع بعض. هاي الكاميرا، هذا إنسان، هذا منشط. الله يبارك فيك. وناس ملاح وداير الخير. أمين. وإحنا نحبوا الناس كما هو. دونك هو اللي يختم الحصة. يا أخي على بالك في آخر الحصة واش نقول أنا؟ ما تخليهاش في قلبك. فوالا، أتكلم ما تخليهاش في قلبك. أتكلم. هيا قولهم بقوا على خير واختمها ب آخر شيء هو هدية بسيطة جدا، هو جهد. منا منا. نهديه لقناة نسمة وخويا طيب هو الذي يوصله إليها. هذه أطروحة الدكتوراه حول الأوقاف، تمويل واستثمار أوقاف، وأيضا فيها مشاريع خيرية يمكن أن تظهر إن شاء الله. لكن رد بالك، ما تخليهاش في قلبك، أتكلم خرجها وخليها توصل لقلوبهم بإذن الله تبارك وتعالى. جزاك الله خير. بارك الله فيك.